فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فإن ذهب من يقول أن المقصود علة الحكم الإسكار وفقدت في القليل، يقطع عليه النص ما أسكر كثير فوق الحرام. طيب الميتة حرمها الله، هل يجوز لك تقطع منها قطعة تقول هذه حلال لأنها ما تسمى ميتة، هذه لحمة ما تسمى ميتة؟ فالمحرم حرام بجميع أجزائه، الخمر خمر ومحرمة بجميع أجزائها.